لو الحكاية فيها إن فيدي حساسة كسر احتكار بيانات السوق المموله للامن العام، اكتمال منظومه متكامله لمتابعه التقييم، التوسع في جمع البيانات التي تسمح بانتاج المؤشرات التي ذات الصدى السياسيه والحكوميه، عدم تضييق محصولات الراي العام التي تتداول الموضوعات الصعبه السياسيه. كيف نصل الى تمرير تريد اطار تشريعي، تريد اطار مؤسسي، تريد ثقافه تقييم، تريد بناء قدرات، ونريد تعريف للحقوق، لانه اذا لم يتم تعريف الطاقه بحقوقه فتصبح هذه المبررات تتحمل على الطاقه. وانا في نهايه هذا السيف اتحدث عن مبادره يعني بعض زملائي وانا منهم قموا بها لتشكيل ما يعرف بمبادره مصريه للحق في المعلومات. التي يجب ان نعدها في الفتره القادمه، لا سيما ان لدينا نص اسطوري